سعيا منها لتطوير أساليب العمل بالأجهزة الحكومية من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الاتصالات والمعلومات، وحرصا على تقديم التسهيلات على المواطنين، أعلنت وزارة العدل أمس عبر حساباتها الإلكترونية عن تدشين بوابة العدل الإلكترونية الجديدة. وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب غرد عبر حسابه الرسمي في تويتر عن مزايا وخصائص البوابة الجديدة والتي تراعي الخصوصية وسرعة الإنجاز ودفع الرسوم والإيجارات والنفقات، إضافة إلى الخريطة التفاعلية. بوابة العدل الإلكترونية رؤية متجددة، تصميم مطابق للمعايير الدولية، الحفاظ على خصوصية المعلومات والتوافق مع كافة أنواع الأجهزة الذكية وسهولة الاستخدام. 47 خدمة إلكترونية تعمل على مدار الساعة لخدمة المراجعين. أينما كنت يمكنك تسديد المبالغ المستحقة عليك من خلال 5 خدمات دفع إلكتروني، منها أحكام النفقة ورسوم القضائية. اختصرنا الوقت والجهد لتقديم خدمة أفضل من خلال 210 خدمة معلوماتية تبين كيف وأين وما هو المطلوب لإنجاز معاملاتك. نهدف لدعم وترسيخ مبدأ الشفافية في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور.